ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى بيت أبيها، والمنافقون ما زالوا يبثون الشائعات باتهام عائشة بالزنا. وفي يوم طرق باب أبي بكر الصديق، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرحبوا به. ودخل النبي على زوجته عائشة وهي على الفراش، أصابها ما أصابها من التعب والعياء، فتشهد النبي وجلس. وأخذت عائشة بالبكاء، وبعد صمت قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، فإنه بلغني كذا وكذا، وحكى السالفة كاملة واتهامها بالزنا. وعائشة رضي الله عنها تبكي ويشتد بكاؤها، فقال النبي: إن كنت بريئة يبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس فاستغفر الله، فإن العبد إن اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة: لما قال النبي هذا الكلام توقف دمعي حتى ما أجد منه شيئا ومصدوم من كلامه، يعني هل تعتقد هذا يا رسول الله؟ ونظرت إلى أبي وقلت له: أجب رسول الله. ودافع عني، فقال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول، هذا رسول الله، هذا رسول الله. صح إنه أنت بنتي، بس هذا رسول الله اللي هاجرت معه وتحملت الأذى معه. وكانت المسألة قوية جدا على أبي بكر رضي الله عنه. فقالت عائشة: لما سمعت هذا الكلام نظرت إلى أمي وقلت: أجيبي رسول الله. فردت أمها: والله لا أدري ما أجيبك يا رسول الله. فما كان أحد يدافع عن عائشة رضي الله عنها إلا هي بنفسها، فقالت: إني والله أعلم إنكم سمعتم هذا الحديث فصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله إني منه بريء تصدقتموني. قالت هذا الكلام وهي مخنوقة من الحزن والضيق، وقالت: والله ما أجد لي مثلا إلا ما قال أبو يوسف، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. فقد نسيت أسم سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم من القهر، فقالت أبو يوسف، فلم يتكلم أحد، فقمت إلى فراشي وأنا أكلم نفسي من القهر: والله يعلم إني بريئة، وبالله واثقة أن الله سيبرئني ببراءته، ولن أعتذر عن فعل لم أفعله. فالأمر كان عظيم على عائشة وعلى النبي وعلى أبي بكر. وقالت عائشة: أقبل علي أبي وهو غضبان، أخذت أبكي. وأخذت عائشة تدعو الله وتلجأ إليه، وفجأة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق ووجهه يحمر ويتعب، فغطى النبي وجهه، يعني أن الوحي أخذ بالتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد التعب برسول الله، فوضع له مخدة من جلد ووضع رأسه عليها. وكانت عائشة تدعو وصدمت لما رأت النبي واستبشرت. أما أبو بكر وزوجته كان على أعصابهما، فكشف النبي وجهه وهو يبتسم، والعرق على وجهه كاللؤلؤ، والنبي يمسح عرقه، ونظر إلى عائشة وقال: يا عائشة، إن الله أنزل براءتك. وأخذ يقرأ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقرأ ما نزل في براءة عائشة، فقالت عائشة: أنا مصدومة، ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاتهم، وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يكذب بها ما يقوله أصحاب الإفك، أما قرآن والله ما ظننته. فالتقط أبو بكر وزوجته أنفاسهما وسري عنهما، فقالت أم عائشة لعائشة: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي فاشكريه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك. وخرج النبي مستبشر ومبتسم، وصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقرأ الآيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. وكان بين الحضور صفوان رضي الله عنه، المتهم بفعل الفاحشة مع عائشة رضي الله عنها، ففرح فرحا شديدا لأنه طلع بريء من هذه السالفة ومن هذه الاتهامات. ولكن كان في خاطره أبيات حسان بن ثابت، لأنه تأذى منها أذى كبير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على كل من شارك في هذه الفتنة. وفي روايات وهي الأصح بأن النبي لم يقيم الحد عليهم، ولكن صفوان كان دائما يناظر إلى سيفه.
أمور ديان من الأبيات اللي كتبها حسان بن ثابت وفي اتهامه لصفوان، والأوس والخزرج ما زالوا لا يجلسون مع بعض ولا يكلمون بعض، الأوسي لا يكلم الخزرجي والخزرجي لا يكلم الأوسي، والوضع لا يطاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سيد الأوس ومعه مجموعة من الأوس وتوجه إلى سيد الخزرج وطرق عليه الباب.